اليوم طبعا وفدنا إلى هذا الصالون للتعرف على التجربة الجزائرية في مجال الصيد البحري وإنتاج المائيات. اطلعنا على كثير من التجارب في إنتاج المستزرع المكثف وغير المكثف، وأيضا الاطلاع على التقنيات المستخدمة في عمليات الصيد البحري والمراقبة وإنتاج الطحالب. هي تجربة فعلا جدا ممتازة، ممكن يتم نقل التجارب هذه وتبادل الخبرات ما بين البلدين من خلال المهتمين في هذه المجالات. أشكر للأمانة القائمين على هذا الصالون وعلى الاستضافة وعلى الترحيب الذي حصلنا عليه، وهذا ليس بغريب على القائمين على هذه الفعالية. شكرا لكم.